ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلاد الرؤية. اليوم عندنا بلعب الايفولوشن اللي منحبها وزمان ما شفناها، راح تكون بنزال صعب مع الانفجار المرعب، فخلونا نبلش وراح نشوف نختبر الحلقة. فالجولة الأولى مع الشجاع المتقد، خلونا نشوف كيف الدرايفر الإلكتروني كمان يتحكم بالبلبل، لأنه زي ما بتعرفوا هاي الخلطة اللي بتطلع بالأنمي مش القطع اللي أجت بالعلبة. اوكي درايفر الكتروني اشتغل ولكن عم بيزحلق، هل رح ينقذه؟ هو انقذه. وحش الظلام، هل رح يصمد؟ اشك بالموضوع، درايفر الكتروني رح ينهي الموضوع، انهي النزال. احلى بيرس فينيش. اوكي وحش الظلام المكسر اسنانه انطلق، هل رح يصمد؟ يا عيني نطلع كمان اشي ولا خلص حرام. هل في فرصة للرمح اللولبي انه يصمد؟ يا جماعة سمعت انه اول بلبل ايفولوشن خلص من الاسواق هو الرمح اللولبي، تخيلوا. بيرس فينش حبيب الشعب. سيف الوهاج دينجو بجر. اوكي الخادم المتوهج ضربات قوية. اوكي على فكرة الجدار المرتفع هلا بفيده للخادم، لأنه فعليا البلبل صار أعلى، بلبل الجي تي كثير عالي والخادم منخفض. زعيم سيد الوقت اوكي بالوضعية التحملية والوضعية الليزر اللاير أظن برضو تحملية أفضل وضعية. اوكي عشان نكون صريحين هو ما عنده أقوى هجمات هذا البلبل، ولكن عنده ممكن نحكي هيك وزن وصلابة وضخامة، بهاي الطريقة بيقدر يفوز بالعالم ضده. مثلا ما عم بيعمل أقوى ضربات هجومية في العالم وما بتفوق بتحمل، بس درايفر الإلكتروني بيعمل له هيك كم من حركة مرات بيزيد نشاطه. يلا نشوف كيف حيقطع الكلب الحارس، بس بدنا بيرس يا زلمة، تخيل ما تعمل بيرس بجد خسارة. طبعا حطوا لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، شفتوا يعني هو طيارة بس ما عمل الحركة اللي احنا بنحب نشوفها، بس هو قدر يفوز هذا هو المهم، ولكن اكيد ما راح نخلص من الكلب غير لينعمل بير. بدنا نشوف البيرس بعيننا. اهجم ايوه الدرايفر الالكتروني عمل شغله. البرق المجرة، برق المجرة لازم اتدخل شوي، بديش اضاعف الالكتروني لانه هيرجع. عاد احط البرق بالنص على الطرف نص على هذا، معلش البرق بدنا نضحي فيك. اضرب بيرس يلا، بطيء بيعملش بيرس بسرعة هذا، وكمان قوة التأثير والهجمات شو هذا. انا حطيت الحلبة القديمة حكيت اوف هاد بدي كسر الدنيا واعملها بيرس، عشان احط الحلبة الجديدة عشان اخذ راحتي باللعب. اخر نزال اعمل بيرس لهيب الحارق. عيني ونطلع الاسطوري بعده. اضرب ايوه اوه، بس لو شفتوا يعني لو عنده لاير هجومية كويسة كان عمل بيرس، بس ما قدر، بس نط وخلاه يدفشه. اكيد خسر كليك، خسر ثري كليكس. اسطوري انتقل. ليث الفضاء اتوقع لانه مرتفع حينعمله بيرس بسهوله مفروض، بس الاجنحه تبعته بتتمدد اظن بتساعد المخالب تبعته. البلبل اللي بعده تن 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 تن، مين حيشوفه؟ فشل، كانت خصم مش سهل. عن جد منيح انك فزته، على فكره الفرق قليل بينهم، شو هاد؟ المفروض يخسر ويفوز بجداره وحالته حالي هذا. بدنا بيرس، بس مش متفائل كثير لانه ما قدر يعمل بيرس الا ليث الفضاء واكمل بلبل سهل. طيب هلا هو بيفوز بس ما بيعمل بيرس،
المفروض يفوز اوكي مش تفضحونا. ها فاز شفتوا شفتوا المهم بيفوز براثن النصر زمان عنه. ترى نزال براثن النصر ريموت كنترول حيكون رهيب معه نفس الطول ونفس المبدا هيك حديد ودرايفر عالي. اوكي 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 لا تلف الدور دور دور يلا خلصنا اوكي خلصنا. اه لا فاز تمام كنت احكي براثن فاز صحيح انا نسيت اشغل الدرايف الالكتروني بهالجوله حكيت اطفي اريحه فانا اسف جدا لو هذا كان ما صار امتصاص بس معلش هنكمل هلا شغلته. اوكي اوكي هاي حلوه مباراه حلوه دينغ دينغ دينغ. طب هنا طلعته ضعيف عشان يمضح نشوف شو حيصير. فكرة عن جد عم يمتص الانفجار المرعب انت بخطر بس ما بيعملوا بيرس ما عنده نقطة ضعف هذا بلبل مع الحلقة. اوكي اكتشفت هي مع الحلقة المفروض ما ينعملوا بيرس عن جد غير ممكن بالايد يعني اذا فكينا غصب عنه. انقل زمردية بيت بطن ايوه اخدع العنقاء على فكرة خلص عليها بسرعة بلبل جيل قديم مع اجنحة. اوكي ده يكسر الدرايف هذا بس هيو بطل قدر يفوزه المنجل الصاحب. هاي رح اطلع شجاع المنتقل تبع اسنان مكسرة بس حضطه حديد الدايناميت هيك ارسلنا اضرب المنجل يا زلمة ايش هاد ايه ولا ضربة ولا ضربة ولا ضربة مش احساس. لا لا انا غير راضي عن هاي الجولة تماما. اه منيح خبطوا بعض باخر لحظة صار نزال تحملي المنجل الساحق اضرب او اوكي ايوه شجاع هذا بحديد الدايناميت هايكم شفتوا ها بدنا حدا قوي شوي يا جماعة زين ضعاف تني العصف اكل ضربات حلوة ايوه بس خير يعملوا بيرس بكون رهيب بس ما بقدر يعمل بيرس تني العصف لانه بلبل المفضل من ايفولوشن ممكن نحكي يعني خسر كليك الوميض المظلم اوه مش بالعادة يعمل بيرس الوميض لا لا بس طب فهمنا انك اقوى منه خلاص اسكت توأم الرماد خصم قوي اوكي خصم ما بستسلم سرعة الكترونية سرعة كذبية سرعة مصطنعة بدرايفر الكتروني وليس سرعة طبيعية زي توأم الرماد بس قدر له عن جد واو. اخيرا وليس اخرا الشجاع البارق بدنا بيرس وات يا جماعة ما عرز وقفت او لحقتها على الكاميرا طير حديدة وفكلها الفريم واخر شيء الخفاش بدرايفر معدني تحملي لو درايفر خفاش الدايناميت اللي عندي اياه اللي اجى مع الخفاش الازرق لا لا مش انا عندي درايفر خفاش الدايناميت الحقيقي بس انه حطيت له لا انا شيء ثاني وهذا نفس اللي عامل اسنانه كانت مكسوره بزحلق مش راضي تطلع فشكرا للمتابعه.